كشف مدير شرطة كابوت النقيب عنان محمد المحرمي تفاصيل انفجار سيارة مدنية في أحد الطرق العامة بمديرية المنصورة في العاصمة عدن. وأشار النقيب المحرمي إلى أن الانفجار استهدف الصحفي صابر الحيدري البالغ من العمر 40 عاما بأبوة ناسفة وضعت في سيارته، حيث استشهد على الفور متأثرا بجراحه. وأكد المحرمي أن أجهزة الأمن تعمل على اجتثاث عصابات الإرهاب والوقوف أمام جرائمها التي تطال الجنوب أرضا وإنسانا.